أيضا فقرة متميزة هذا الصباح ولقاء متميز. المؤسسة الخيرية للجمعية الطبية الأمريكية نما تعقد مؤتمرها السنوي 33 تكريسا ل 33 عام من النجاح المتواصل. سيعقد المؤتمر من 2 إلى 5 سبتمبر في فندق MGM جراند لاس فيغاس. ولمزيد المعرفة عن فعاليات المؤتمر الهام معنا على الهواء مباشرة من شيكاغو الدكتور حارث رضوي. دكتور حارث هي is the chairman of NAMA Foundation, أخصائي أمراض الهضم والتغذية والمحاضر في جامعة إلينوي شيكاغو. دكتور رضوي صباح الخير. صباح الخير أخت ليلى. صباح الخير دكتور رضوي, أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك دكتور, وتحيتنا لك من ميشيغان وإلى كل مستمعينا أيضا في شيكاغو. أشكرك دكتور. بداية حدثنا قليلا عن فعاليات المؤتمر, أهدافه, المتحدث الرئيسي والمكرمين في هذا المؤتمر. أولا أخت ليلى والأخ الكريم معك, أنا أود أن أشكركم شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة للتحدث للإخوة أعضاء الجالية العربية في أمريكا من خلال هذه المقابلة. الحقيقة أن أحد أهداف جمعيتنا الجمعية الطبية العربية الأمريكية هي مد الجسور والتواصل مع أهلنا في الجالية العربية في ميشيغان وبخاصة في الميدويست وفي جميع الولايات. أختي الكريمة ليلى, المؤتمر القادم في ليبر داي ويكند اللي هو من 2 إلى 5 أيلول سبتمبر مثل ما تفضلتي, هناك 1200 طبيب عربي أمريكي قادمين من جميع الولايات, هم أعضاء جمعيتنا. الاجتماع راح يكون هو الاجتماع السنوي 33, وتمشيا مع أهداف الجمعية اللي هي تعليمية وإنسانية كرسنا هذا المؤتمر لأمر وهو جمع المال ورصده لدعم وإيصال الطبية والإنسانية للقائمين على العناية الطبية والإسعاف الأولي للمصابين والجرحى من ضحايا الربيع العربي. الدكتور لازاروس هو رئيس الجمعية الطبية الأمريكية الأمريكان ميديكال أسوسيشن, راح يكون هو المتحدث الرئيسي, وأحد أبرز المكرمين هو الطبيب المشهور العربي الأمريكي روبرت سايمون اللي هو مؤسس جمعية IMC International Medical Corps, راح يكون هو أحد الضيوف الرئيسيين والمكرمين في هذا المؤتمر. دكتور, كان لي شرف الحديث معك تحت الهواء البارحة, وطبعا وجهتني إلى معرفة المزيد عن دكتور روبرت سايمون. حقيقة عملت سيرش على جوجل, يعني ما وجدته قليل جدا بحق هذا الرجل الذي لا أعلم يقينا إذا كل الجالية العربية يعلمون أنه من أصل عربي أمريكي. كل هذا خلينا نقول التفوق والإنسانية وهذه المؤسسة الراقية التي أسسها عام 1980 لدعم أي نشاط إنساني إغاثة إنسانية حول العالم. وقد تعلمين أخت ليلى أن أصله من ميشيغان كمان. نعم نعم. فعاليات المؤتمر إذا سمحت الدكتور, هل سيكون فيها محاضرات أم أيضا ستخللها بعض الأنشطة الثقافية على هامش المؤتمر مثل معرض للكتب أو مشاركات لندوات فنية, أم سيكون المؤتمر أكاديمي بحت؟ أشكرك على هذا السؤال المهم. حقيقة المؤتمر هو شقين, الشق الأول هو تعليمي وهو المحاضرات اللي هي تعطي الأطباء العرب الأمريكيين آخر التطورات الاختصاصات, كل واحد حسب اختصاصه. فهذا الشق الأول. الشق الثاني هو شق اجتماعي وترفيهي. خلال هذا المؤتمر راح الجمعية الطبية العربية الأمريكية الفاونديشن اللي هي القسم الخيري من الجمعية ستقيم حفل فني بمشاركة الموسيقار المشهور سيمون شاهين مع فرقته. فراح يكون يا شق تعليمي محاضرات, والشق الثاني هو ترفيهي وأيضا فند ريزنج لجمع الأرصدة اللازمة للمساعدات الطبية الإنسانية. أهم أهداف المؤتمر دكتور, تتفق معي أن هناك ازدياد في حاجة هكذا مؤتمرات, هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي والتثقيف الصحي ضمن أوساط إن كان العرب بالعموم في داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا لدى الشعب الأمريكي. هناك جهل صحي هكذا أسميه دكتور رضوي. لذلك هذا المؤتمر كما فهمت منك أنه مفتوح
لكل الأطباء الذين يودون المشاركة، ليس فقط أعضاء ناما، أيضا الأطباء المقيمين، وأيضا لمن يريد أن يتعلم أكثر عن أهم الدراسات التي ستطرح. أعطيك مثال على ذلك، كما قرأت في البرس ريليس اللي طبعا وصلني، هو آخر ما توصل إليه العلم في أبحاث السرطان. صحيح هذا الكلام أخت ليلى. نعم، إحنا يعني أحد أهداف جمعيتنا الجمعية الطبية العربية الأمريكية هي تثقيف وتوعية المواطنين العرب، اللوكال بيبل، يعني أهل الجالية. نعم. هذا هدف إنه زيادة الوعي الصحي والتوعية الصحية، خاصة ضمن القرن الجدد، الناس اللي جايين جديد من البلدان العربية دائما يفتقدوا للوعي الصحي والثقافة الصحية. وأحد أهداف، أهم أهداف جمعيتنا، هو إيصال ونشر الوعي والثقافة الصحية أولا وبداية مع أهلنا أعضاء الجالية، خاصة القادمين الجدد من البلدان العربية. طبعا هذا الشيء ينعكس على أهلنا في البلدان العربية. نحن نعقد مؤتمرات كل سنة في بلد عربي ونشارك، نحاول أخذ أحدث التطورات الطبية والمستجدات للمشاركة مع زملائنا الأطباء العرب في البلدان، تثقيف وتوعية المواطنين العرب في البلدان العربية. فنعم، هذا أحد أهم أهداف جمعيتنا. دكتور، أخيرا وفي دقيقة، هل هذا المؤتمر، يعني بتعرف الوضع الاقتصادي تعبان، يعني أنا حابة أشارك مثلا، برأيك أنه I can afford to go there، شو رأيك؟ شوفي يا أخت ليلى، أنا أرجوكي أنه خلال من خلال الإذاعة، يعني من نعم. خلال برنامجك، أنه تنشروا هذا ضمن الأعضاء الجالية، إن إحنا بحاجة لمساعدة الآن. جمعيتنا تريد جمع الأموال والأرصدة للمساعدة الطبية الإنسانية لضحايا العنف في الناجم عن الربيع العربي. كما تعلمين الآن نحاول أن نمد يد المساعدات الطبية على العناية الطبية والإسعاف الأولي للمصابين والجرحى من ضحايا العنف المترافق مع الربيع العربي. فهذا مؤتمرنا راح يكون هدفه هو الأموال ورصدها لهذا الشيء. لذلك الحضور والناس اللي ما تقدر تستطيع تحضر يستطيعون مساعدتنا بالتبرع للجمعية الطبية العربية الأمريكية towards the emergency medical relief fund. أرجوكي أنه نشر هذا الأمر مع أعضاء الجالية، لأنه نحن نرحب بأي مساعدة مهما كانت صغيرة. أهلا وسهلا اللي يريد يجي يحضر، أهلا وسهلا فيه. اللي ما يقدر يحضر المؤتمر ويساهم، على الأقل يستطيع مساعدتنا في الدونيشن. دكتور حارث رضاوي من شيكاغو، كل الشكر لك ولإطلالتك عبر صباح الخير ميشيغان، وأعد المستمعين أنك في اختصاصك المهم جدا طبعا أمراض الهضم والتغذية، سيكون لنا وقفة ثانية معك وقريبا جدا بعد رمضان إن شاء الله. كل الحب والشكر لك دكتور رضاوي. شكرا دكتور. شكرا لكم.